مشاهدينا بحييكم مع بداية حلقتنا لليوم من الحل عنا عبر الـ MTV. طبعا كل عم بيتابع موضوع الدواء خصوصا القمح يلي بينعكس على الطحين وعلى الخبز، يعني بالنتيجة بعد فيها اللقمة هيدي رقمة الفقير، لأنه الخبز يعني إذا واحد بمس بالخبز يعني مس بكرامة عايش الناس، يعني بعد فيها لقمة الخبز. كتير عم بتلاقى اتصالات من ناس بحاجة لعملية جراحية، لناس ما قادرين يشتروا دواء، لناس مش عارفين كيف بدهم يتصرفوا بهالحالة هيدي، مين بيقدر يساعدهم. الست بتقلي اليوم انه هي عندها عملية بعينها، مفروض ينعمل لها إبر بعينيها، كل إبرة حقها $500، وإذا ما عملتها يعني بتعمى، وقالت لي إذا أنا بعمى بروح بنتحر. طيب هؤلاء الناس اللي مش قادرين يشتروا الإبرة $500 وفرضاً كانوا مغطيين من تعاونية الموظفين، بدهم يدفعوا هن الـ500، يعني بدها $3000 ست أبر ما فيها تقبضن، لما بتعرف أيمتى بتقبضن، ولو ما عياهن ما كانت بتصل فينا وبتقلنا إذا حدا بيقدر يساعدني على القليل بأول إبرتين، لكننا شفنا وإلا بتعمى ومثلها وأمثالها. يعني قدين إحنا بوضع سيء على صعيد صحة الناس واستشفائهم، وما بعرف قدام نقدر نكمل. ونرجع كمان يمس بالرغيف، يعني صار كل شيء بدنا نحسبه بالدولار، يعني نحن بدنا نعرف إذا عملتنا الوطنية هي دولار خنقلب كلنا دولار، وإذا عملتنا الوطنية ليرة لبنانية كل شيء خيكون بالليرة اللبنانية، يعني بده حدا ياخد القرار. امبارح تابعت نقابة الصرافين عند فخامة الرئيس وطمنوا إنه في سيولة في دولار، إيه في دولار، في سيولة عندهم، بس الدولار مش بالسعر الرسمي. دولار امبارح كان عم يشغل 1570 ليرة. ليه؟ ما دام في دولار وفي سيولة، ليه بده ما يكون بالسعر الرسمي؟ ليه؟ يعني كمان هذا سؤال يسأل. بكل الأحوال يعني إن شاء الله تمر بسرعة هالأيام وهالتحديات الكبيرة الاقتصادية اللي عم نواجهها، ونتماسك شوي وطنياً، نعزز ليرتنا إذا لازم، بس بكل المجالات نعززها، مش هون دولار وهون لبناني. معلومة. بهالايام ان نقول انه في وظائف ويعلن عن هالوظائف شيء كثير اساسي ومهم. نحن كنا حكينا بالموضوع من عده ايام، واليوم نشرت وزاره الصناعه وجمعيه الصناعيين اللبنانيين على موقعيهما الالكتروني، رح نحطهم على الشاشه، فرص العمل الجديدة المتوفرة في المصانع بمختلف المناطق اللبنانية، واللي أعلن وزير الصناعة وائل بوفعور أنه عددها 3850 وظيفة فرصة عمل، والقابلة إلى الازدياد في ظل الإجراءات والتدابير التي يصار إلى اتخاذها لدعم القطاع الصناعي في لبنان. وتبين المعلومات اسم المعمل عنوانه وطريقة الاتصال فيه وطبيعة فرصة العمل المتوفرة. نحن البريد الإلكتروني اللي حاطينه يعني هو ويب سايت www.ali.org.lb، وعندنا واحد تاني www.industry.gov.lb. فيكن إذا دخلتوا على هالموقعين فيكن تعرفوا بالتفصيل شو هي فرص العمل المطلوبة ولأي معامل وبأي مناطق، وهيدي شغلة كتير إيجابية ومشكورة. كمان بحب أقول أنه بإطار متابعته لمدى التزام الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأحكام قانون الضمان وأنظمته خصوصا النظام الطبي، واستنادا لتحقيقات أجرتها الرقابة الطبية بالصندوق بالملفات المحالة إليها من مكتب صيدا، تبين أنه عدد من الأطباء خالف قانون الضمان وأنظمته، وبالتالي تم تعليق التعاقد بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد اعتبارا من 10/10/2019 مع الأطباء، ما راح أقول أساميهم، هن 10 أطباء بصيدا. وبهالمناسبة يحذر على جميع المستخدمين العاملين بالصندوق استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أي معاملة تقديمات صحية منظمة من هالأطباء المذكورين: دكتور نعمان يحيى مصطفى، دكتور محمود عامر محمد حيدر، دكتور مروان أحمد كيلو، دكتور محمد سالم شمس الدين، دكتور ماهد محمود فاضل، دكتور أميل أولى سلامين، والدكتور حبيب خضر السبع. يحذر دكتور كراكي مدير عام الصندوق المتعاقدين مع الصندوق
إن كانوا أطباء أو صيادلة أو مختبرات أو مستشفيات أو مراكز أشعة بوجوب الالتزام بقانون الضمان وأنظمته وشروط العقد تحت طائرة فسخ هذه العقود. كمان بحب أقول بمعلومتنا لليوم أنه كهرباء لبنان أعلنت بناء على توجيهات معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني ونزل الإقبال الكثيف على الاشتراك بالتيار الكهربائي اللي شهدته معظم دوائر المؤسسة طوال فترة التخفيض السابق وتشجيع على المواطنين على مبادرتهم إلى تسوية أوضاعهم عمدت إلى تجديد تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار بنسبة 75% للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير بجميع دوائرها المنتشرة على الأراضي اللبنانية لغاية التنين 30/12/2019 ضمنا. المؤسسة بتلفت بهذا السياق أنه كل مشترك استفاد خلال فترة التخفيض وتقدم لاحقا بطلب تقوية اشتراكه خلال فترة 3 سنوات من تاريخ تقديم الطلب أن يسدد رسم التقوية بالإضافة للمبلغ اللي استفاد منه خلال التخفيض. يعني هيدي شغلة كتير إيجابية لنشجع الناس تشرع واقعة وعلى أمل يصير عنا كهرباء 24/24. موضوع عجقة السير طبعا مع بدء المدارس والناس اللي كانت مصيفة ونزلت من الجبال اليوم كمان موضوع اهتمام لدى المواطنين. نحن عملنا روبورتاج مع الناس لنشوف إدي عم بيعانوا من عجقة السير. بترك التفاصيل مع أنطوني مرشاق وهالروبورتاج. عجقة السير وما في غير جانح طيري وصلني للسيارة حجم صغير وللسيارة فيها كثير حمي قلبك وانقلني. مثل ما انك شايف كل نهار هيك لايك صارت أزمة يومية للي ساكنين عن هون. أزمة يومية يعني احنا عنا كل يوم صباحا أزمة. هالأزمة اسمها هالكولوار اللي بدنا نقطعه. والله العظيم هيدي اجري ملخت ودعس البرياج وشغل البرياج ملعجت الصير. يعني انا نازلة اعمل ورقة ببيروت بمشي قبل بساعتين ما اوصل بس لأعمل تذكرة او اخراج قيد او اي شيء لقدر اقدم على شغلة. كل يوم نعلى بالعجقة من الصباح كل يوم الصباح من 8 لل 10 في عجقة على طول وبالنهار أكتر ما زال بس تسكر طريق البحرية بنعلى بالعجقة من هون. أيام تقوم معك 3 ساعات بس من طرابلس لبيروت. النسوان بيحكوا على التليفونات أكتر شيء وبيعملوا عجقة وهي متسبب مشاكل أكتر شيء. العجقة حلوة بتصير في تعرف بتصير في شيء بس ما حدا بيحرز إنه تتعرف عليه بيتعرفوا عليك بس مصيبة إذا تعرفوا عليك شو معك شو عليك بصير هن بدهم مش إنه أول شغلة العجقة هيدا صارت من تراث لبنان والعجقة مسؤول عنها البنوكي والتنظيم المدني والدولي لأنه بيسهلوا بيع السيارات وحل العجقة بالتلينات لازم يرجعوا يمشوا التلين لأنه هيدا بيخدم الفقير. بيني وبينك كلهم بدهم حرق لأنه كلهم ما في أزاران صدقني راح نضل 100 سنة هيك وما راح نستفيد بشيء قد ما بدك راح نضل محلنا ما في نتيجة أبدا أبدا أبدا. فين يقدروا يحلوها بس إني ما بدهم يحلوها. وحياة الله بهدلة 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 بهالبلد. لك العجقة طلع صار يشي نص ساعة هون هيك نفس الوقفة. يا بدنا نفل من البلد يا بدنا نبقى بدنا نتحمل العجقة. وضع العجقة بيسوى سرماية. شو بدنا نحكي عن وضع العجقة يعني كل ما كترت الطرقات كل ما زادوا السيارات وبقسطون على البنوكي والدان اكلهم عالم بتحب المظاهر خي شو بدنا نحكي بعد يعني هيك عالم عايشه بلبنان ما في دوله اكيد تنظم وتقسم والشياطين الدين والعفاريت السياسي ما بيعرفوا ينوروا ويسقفوا العالم كمان حاله تعبانه يا ليلى يلا بقى السياره فيها حمي قلبك وانقلني. يعني اللي بيسمع المواطنين عبروا كل واحد منهم على طريقته ولكن كلها قضايا مهضومة وواقعية. ولفتني لما قال إذا بدهم يحلوها بيحلوها والحلول معروفة والحلول ما في أهين منها إذا عنا إرادة. اليوم لما بيكون عنا نقل رسمي متوازن وركل على يعني ينضبط مضبوط بالوقت إذا واحد بيطلع بالنقل العام يوصل على شغله على مدرسته على جامعته على الوقت المحدد
معناتها كأنه ما عملنا شيء، بدنا نرجع نروح بسياراتنا. وأنا بعرف اليوم قديش على الطرقات في أوتوبيسات، وقديش في فانات، وقديش في خصوصي عم بيسابق العمومة، وقديش في مشاكل بهالقطاع هيدا، وبعدنا محلنا للأسف الشديد. يعني الله يصبرك يا مواطن لبناني وين ما كنت، خصوصا على الطرقات. والأهم قديش عم نخسر أرواح، 139 قتيل بظرف يمكن 3-4 أشهر. هيدا عدل جرحى، هيدا موضوع كتير خطير ببلد يعني أقل ما يقال فيه إنه ما نعمل شيء، يعني ما ترك شيء ما نعمل حتى نوعي الناس على السلامة المرورية. ولكن المطلوب واحد، شروط السلامة المرورية تكون متوفرة على كل طرقاتنا. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. باخد أول اتصال لليوم. ألو. ألو بونجور. بونجور دوري، أنا مالك قديم. نعم. بدي أسأل منشان اللجان، من شي جمع تاني اللي المرسوم طرح نظام المال الحساب الصندوق الثاني بعد لهلا يريد الرسمي. مزبوط، كل شي صار جاهز بانتظار نقطة الانطلاق واستقبال الطلبات بسرايات ومحافظات. يعني ناطرين الرؤساء الأول بالمحافظات اللي هن عم كانوا يأمنوا الأكيد الغرف للجان حتى يعلنوا إشارة الانطلاق باستقبال طلبات يلي بتستمر لشهرين. لهلأ بعد للأسف الشديد ما نعطت إشارة الانطلاق باستقبال الطلبات. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. بدي اقول انه وردنا من 15 يوم ما في مي بالنقاش على طريق بيت المستقبل. اكيد 15 يوم اذا في انقطاع كهرباء انقطاع مي يعني في عطل، فبتمنى توضيح الموضوع للمشتركين ليعرفوا اي متى رح ترجع المي وشو السبب. باخذ اتصال. الو. 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 اهلا مسيو. مرحبا. مرحبا. يعطيك العافيه. اهلين. تفضل. بدي انا احكي مع بس مشان المطفين المعلمين تبع اللي بيعلموا السوريين لهم 9 أشهر بعد ما قبضوا. ايوه مزبوط، يعني تنشوف اي متى القبض، لانه صار مفروض انه بلشنا العام الدراسي الثاني، وبعرف كثير معلمين يعني كمان ترددوا السنه لانه بعد مش قابضين السنه الماضيه. مش عارفه اذا الموضوع بالماليه او عند الجهات المانحه، او يعني احنا بدي اتابعها لنشوف مين اللي بيأمن المال. أهلا وسهلا فيك. كمان حدا اتصل فينا أنه لهم 3 سنوات مش قابضين كل يلي مأجرين اليو أن، يعني القوات العاملة في جنوب لبنان، لهم بالعادة كل 3 سنوات أنهم يقبضوا. السنة صار 5 سنين وبعد مش قابضين، خصوصا بمناطق الجنوب. باخد اتصال. ألو. ألو. انقطع الخط. قبل ما ادخل على تواصل بدي اقول انه المؤسسة العامة للإسكان صدر منذ بعض الوقت بيان بيقول انه بهمها تبلغ المواطنين المقترضين من الصندوق المستقل للإسكان الممتنعين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم من سنوات عملا بصدور المرسوم رقم 5501 تاريخ 29 آب 2019 اللي بيسمح بجدولة أخيرة للأقساط المتعثرة ل4 سنوات كحد أقصى تحتسب ابتداء من تاريخ صدوره. المرسوم بيقول بميته الأولى أنه تعاد للمرة الأخيرة جدولة الأقساط المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ل4 سنوات كحد أقصى، وتوزع قيمتها بالتساوي على عدد الأقساط المتبقية وغير المستحقة. والمادة الثانية بتقول يعفى المقترض المتخلف اللي استفاد من إعادة الجدولة من غرامة التأخير المتوجب عليه في حال قيامه بتسديد الأقساط المعاد جدولتها باستحقاقاتها ومن دون تأخير. المؤسسة بتلفت أكيد نظر المقترضين بأنه التردد في تلبية ما نص عليه هذا المرسوم المهل النهائي سيدفع المؤسسة لاتخاذ تدابير قانونية المنصوص عنها في العقود الثنائية الموقعة بين الصندوق والمقترضين
لحماية المال العام، وهي تنبه إلى ضرورة التجاوب مع مضمون هذا التحذير باعتباره الفرصة الأخيرة للاحتفاظ بممتلكاتهم. تواصل. على فيسبوك الحل عنا بداية طارق شمس بقلنا في حي مفروز بالكامل يقع خلال راس العين بعلبك، بعده عم يستعمل تمديدات مجاري ركبت من 20 سنة على نفقة خاصة. هل التمديدات كانت مؤقتة لكي تصل تمديدات البلدية؟ فهالتمديدات المؤقتة أصبحت على شفير الكارثة وبدأت الإحياء صارت للحي، لكن على الوعد يا كمون بيشتكوا من روائح مزعجة، والبلدية بعدها بتقلن ولا كم يوم ومنجي. بيقولوا لنا منترجاكم تساعدونا لأنه صرت رايح ومتصل وباعت رسائل كتيرة ولكن ما في أمل. تلال راس العين بتغذي برك راس العين وكل أبار المي معرضة للتلوث من هالكارثة. مشكلة بسيطة تحولت لمصيبة وأمراض وتلوث وروائح وتكاليف على الناس كنا بغنى عنها، يعني مش قليلة. إذا بدها تهدد برك راس العين يعني أكيد في مشكلة. راغدة غنام بتقول أنا مواطنة لبنانية تخرجت من الجامعة اختصاص هندسة اتصالات سنة 2017 لهلأ أنا بالبيت ما عندي شغل، بطالب نضوع هالموضوع. قوى الأمن الداخلي بالمطالب بإصدار نتائج أو تبيان أي قرار نهائي لهذا الموضوع ولكم جزيل الشكر. سركيس سركيسيون بيقول عندي عقار في بكفية رقمه 550 عليه تخطيط ضمن أوتوستراد المتن السريع من أكثر من 15 سنة، ما دفعت لي الدولة ولا زالت التخطيط ولا نفذ الأوتوستراد، الرجاء مساعدتي. بكل الحالات نحن رح نختم هلأ حلقتنا ولكن نرجع منتابع بحلقة بكرة إذا الله راد، دايما عبر الـ MTV الحل عنا. إلى اللقاء.